السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه كيكه ماديرا، وهي كيكه معروفه كده باسم ماديرا، مش عارفه ليه، بس احنا هنحط لها كمان طبقه مقرمشه كده على الوش بالفواكه المجففه واللوز. فالوصفه دي عشان نعملها عايزين كوبايه ونص دقيق، وعايزين معلقه ونص صغيره بيكنج باودر، وثلاث ارباع كوبايه سكر، وعايزين نص كوباية سمنة وبيضة وفانيليا ونص كوباية لبن، وعايزين تلات ارباع كوباية تقريبا او كوباية من الفواكه المجففة وكوباية لوز. اول حاجة هنعملها طبعا اخدنا من سمنة جنة نص كوباية، وهنحطها هنا. هاخد منها طعم الزبدة اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت زي ما دايما بنقول ان هي خالية من الكوليسترول وغير مهدرجة. هنحط السكر مع السمنة وهنسيبهم بقى لغاية ما اللون كده يتغير، بس انا عايزة احط شوية دول لغاية ما اللون يتغير ويبقى فاتح كده. طيب هنخلط دلوقتي البيكنج باودر اللي عندنا مع الدقيق، وهنفقش البيضة. بس هستنى شوية لما تفتح عشان نبقى خلطناها مظبوط. ناخد بقى البيضة والفانيليا، نخلط الدقيق مع البيكنج باودر، وننزل بقى الدقيق. خلاص تمام كده، ناقص بس اللبن، وناقص نحط الفواكه المجففة واللوز. الفواكه المجففة واللوز دلوقتي هنحطهم بس على الوش، على وش الصينية. خلاص كده تمام. ناخد بقى الكيكة بتاعتنا، وناخد الصينية،
كلها. نجيب بقى اي فواكه مجففة، واي كمان مكسرات، ممكن لوز، ممكن عين جمل، الحاجة اللي بنحبها. وممكن نجيب كمان كريز لوز، ونحط بقى من الحاجات اللي عندنا دي. الاول خلينا نحط من الكريز، كم واحدة كده، بيدوا طعم حلو وشكل لونه حلو. وناخد الفواكه المجففة، اللوز، نحط لوز الأول، يعني تقريبا دول يمكن تلت كوباية من اللوز كده. وناخد شوية فواكه مجففة زي ما قلنا، ونحطهم برضو على الوش. يعني هو تقريبا يمكن تلت كوباية، تلت كوباية كفاية من كل حاجة احنا حطينا. هاخد بقى الكيكة بتاعتي واحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تبتدي بحس انها استوت، يعني ممكن تقعد تقريبا يعني نص ساعة. هندخلها بقى دلوقتي الفرن، وطبعا الفرن لازم يكون سخن من الاول. وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفة كفتة بحشوة المشروم. الكفتة دي لذيذة وطعمها حلو، يعني الواحد ما بقاش فاكر ان جوه هيبقى فيها حاجة، فلما بتقطع وبيلاقوا جواها حاجة بتبقى لذيذة. علشان نعملها عايزين يعني ممكن نص كيلو لحمة مفرومة حسب عدد العيلة طبعا، عايزين طبق مشروم بس مش هنحتاجه كله، وعايزين بصل مكعبات، معلقة سمنة، ملح وفلفل، كرات، وللصلصة عايزين بصل مكعبات برضو ومكعب مرق، واتنين كوب طماطم مبشورة، وتلات معالق كبيرة صلصة، معلقة صغيرة ثوم مفروم، وعايزين جبنة موتزاريلا، وتقريبا نص كوباية ريحان أخضر. طيب دلوقتي أول حاجة عايزين نعملها نحط السمنة على النار علشان نعمل فيها البصل والمشروم اللي عندنا. سكينة عشان هنقطع المشروم، كمان بس نحط الأول البصل. شوية بصل دول عشان الحشوة، فيعني بتبقى معلقة صغيرة، يعني بصلة صغيرة. بعدين عايزين نقطع المشروم بقى صغير، مش هنقطعه كبير يعني. يعني كده مقاسه كويس. احنا الحشوة ما فيهاش غير بس البصل وشوية ملح وفلفل والكرات، مكونات قليلة بس نكهات لذيذة.
كده ممتاز، شوية ملح، شوية فلفل، نحط بقى دلوقتي الكرات اللي عندنا، خلاص هي دي الحشوة بتاعة الكفتة. بس هجيب طبق او بولة، يعني نجيب طبق احسن، حط فيها الشوية اللي هستعملهم. دلوقتي هناخد بقى الكفتة اللي عندنا، هحط الأول البصل، البصل لازم يكون طبعا مقطع صغير علشان الكفتة ما يطلعش منها، وهنحط شوية ملح للبصل، يعني الملح اللي بحطه بخليه يتفرك في البصل، دايما بعمل كده، وفلفل، بعدين ناخد اللحمة، مش هناخد اللحمة كلها يعني، كفاية دول كده، وندعكهم بقى كويس. هنعملها ازاي بقى دلوقتي؟ زي ما انتوا عايزين، ممكن تعملوها يعني هو احلى حاجة فيها لما بتكون شوية كده مبططة مبسطة وهي الحشوة جوه، يعني بناخدها بنعملها كده الواحدة بتبقى يعني كويسة، يعني الواحد بياخد واحدة وخلاص. نعملها كده اهو، كده كأننا عاملين برجر يعني. وهناخد التانية نعملها زيها، كده، وناخد شوية من الحشوة هنحطها كده في النص، وبعدين ناخد اللحمة التانية وبنحطها كده وبنقفل عليها كويس، بقفلها كده كويس من الاطراف، وبعد ما بقفلها كويس من الاطراف كده برجع تاني اقفل الاطراف لفوق كده علشان ابقى متأكدة انها مش هتفتح، كده 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 بقى حبسناها تماما جوه الحشوة، بالذات لو في جبنة كمان بيبقى لازم نعمل الحركة دي. خلاص هي كده كده اهو، نحطها بقى في صينية. هكمل انا بقية الكمية اللي عندنا وهنطلع فاصل، وبنرجع بعد الفاصل بكون انا عملت الكمية كلها ونكمل بقية وصفتنا مع بعض. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عندنا هنا خلاص الكفتة المحشية بتاعتنا عملناها، بس ممكن نحط نقطة زيت تحت كده،
خلاص كده ندخلها بقى الفرن. لغاية ما تستوي عايزة تقريبا يعني اقل من نص ساعة. نحطها في الفرن التاني عشان هنا فيه الكيك. دلوقتي بقى هنعمل الصوص المصاحبة للوصفة بتاعتنا. خلينا نبص بصة كده على الكيكة برضو. ممتازة بس لسه فاضلها شوية لان شايفة العجينة لسه لونها ابيض. دلوقتي بقى نحط هنا شوية سمنة. مش كتير يعني اقل من معلقة. هنحط بقى في السمنة دلوقتي عندنا عصير قوطة طازة او قوطة مبشورة، وعندنا بصل وتوم وصلصة، وعندنا مكعب واحد مرق، وعندنا للوش هنا هنحط جبنة موتزاريلا، والريحان هنحطه جوه مع الصلصة بتاعتنا. وطبعا هنحط شوية ملح وفلفل. بصل، مش هحط بصل كتير يعني، هي الوصفة كلها ممكن نستعمل فيها بصلتين وسط او صغيرين. هناخد شوية صغيرين للحشوة زي ما شفتوا، وبصلة صغيرة هنستعملها يعني احنا كله عايزين بصلتين وسط تقريبا. هناخد دلوقتي شوية بصل برضو هنا للصوص، برضو بصلة صغيرة، وهنحط معاهم ثوم. درجة الحرارة للفرن علشان نعمل الكفتة هنخليها تقريبا 200-220. هنحط بقى الصلصة، وهنحط مكعب المرق، يعني احنا مش هنحط صلصة كتير بس دول لان احنا مش عاملين كمية كبيرة، بس زي ما شفتوا يعني هي القطعة الواحدة كل واحد مش هياخد اكتر من قطعة منهم لانها كبيرة يعني. نحط بقى دلوقتي عصير القوطة. هنحط شوية ملح بس مش كتير لان احنا عندنا مكعب المرق، فهحط بس شوية، وهنحط شوية فلفل برضو، مش هنحط فلفل كتير لانه فلفل اسود وده ممكن يغمق لي لون الصوص. لو في فلفل ابيض كنا زودنا شويه، بس انا بحب طعم الفلفل الاسود اكتر، فكفايه ده كده. نبص بصه على اللحمه اخبارها ايه، يعني هي ابتدت تتحمر من تحت. نبص بصه تانيه على الكيكه، الكيكة برضو ابتدت تستوي بس لسه ما اتحمرتش كفاية. طبعا انا فتحت عليها لان هو فات تلت ساعة تقريبا من ما حطيتها على النار، لان لو قبل كده بيبقى صعب ان احنا نفتح عليها النار. طب احنا دلوقتي كل حاجة واقفة عايزة وقت، يعني دلوقتي عايزين دي بس تتسبك شوية، عايزة كام دقيقة
والكيكة عايزة كام دقيقة والكفتة عايزة كام دقيقة، فمفيش حاجة نقدر نعملها غير ان احنا نطلع فاصل. فهنطلع فاصل وبنرجع بعد الفاصل نقدم وصفاتنا بتاعت النهاردة. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفه هي وصفه مريحه وبتخفف كتير من اعراض الحموضه، وعملتها في رمضان انا، بس في ناس كتير جدا جدا طلبوا ان احنا نعملها تاني. فالوصفه دي عشان نعملها عايزين بس معلقه رز مطحون، وعايزين كوبايه لبن، وعايزين معلقه كبيره موارد. وأسفة قصدي مزهر، أسفة. طيب بس إحنا لازم نطحن الرز كويس. تمام كده. طيب دلوقتي هنعمل إيه بقى؟ الرز عندنا الطحن بقى زي البودرة خلاص. هناخد اللبن اللي عندنا نحط تقريبا كوباية، يعني كده. فعندنا كوباية لبن زي ما قلنا، وعندنا معلقة كبيرة من الرز المطحون، وعندنا معلقة كبيرة مزهر. هنحط معلقة كبيرة من الرز، وهنحط معلقة كبيرة من ماء الزهر. سهلة جدا، بسيطة جدا، مفعولها قوي جدا. هي مش علاج، هي بتخفف من أعراض الحموضة وأعراض اللي بتضايقنا دي في وقت لما الواحد بياكل أكل، والله حتى ساعات من غير أسباب بتيجي كده. فهي دي أحسن حاجة بتخفف من الأعراض، بس ده مش معناه إنها علاج، لا. أي حد بتجيله الأعراض دي بطريقة زيادة طبعا لازم يروح للدكتور. إحنا هنا مش لا بنعالج ولا حاجة، هي بس بقول لكم على وصفة زي ما عملنا مثلا وصفة مرهم الحروق، الحمد لله كل اللي جربوا انبسط عليه. دي برضو وصفة علشان تخفيف أعراض الحموضة، إن شاء الله ما تحتاجوهاش، بس لو احتاجتوها هتنبسطوا منها جدا وهتريحكوا. بس تاني برجع بقول مش معناه إنه لو اتكرر الموضوع ما تروحوش لدكتور. دلوقتي بس أنا عايزة أحط شوية جبنة للكفتة اللي هي عندنا في الفرن. هي الكفتة خلاص تقريبا، مش تقريبا، هي استوت. أنا بس عايزة أطلعها وأحط لها شوية جبنة على الوش. أحط لها شوية جبنة لغاية ما أطلع. دايما انا بفضل انه نحط جبنة سليمة، يعني ما تكونش متقطعة كده، لان المتقطعة دي بتنزل وبتقع. بس معلش بقى، يعني لو لقيتوا الموتزاريلا السليم احسن كتير من اللي هي بتبقى مبشورة دي في انها تتحط على الوش، لان زي ما انتم شايفين عماله تقع من الجناب. خلاص كده هندخلها الفرن تاني دقيقتين بس كده لغايه ما تسيح الجبنه، وبعدين نكون طلعنا الكيكه. نشوف بقى الكيكة أخبارها إيه.
يعني بس دقيقتين ونقدمها. نحط دلوقتي نطلعها. دلوقتي نحط الصوص بتاعتنا في الطبق. بس عايزه احط شويه ريحان. طبعا انا دلوقتي لسه طافيه عليه، فعلى طول انا بقول لكم الريحان ما يتحطش غير لما نطفي على الصوص بتاعتنا على طول، علشان خاطر تفضل نكهته قويه وكمان لونه ما يسودش. نحط كمان شويه خلاص كده. نجيب بقى الكفتة بتاعتنا. تمام كده. خلاص نحط بس كده على كل واحدة. وطبعا اول ما نحط الريحان هيسود، عشان كده في ناس كتير، لا مفيش ناس كتير، بس هو انا عارفة ان هو في المطاعم وكده لما بيجوا يعملوا الريحان بيقلوا الريحان في شوية زيت، فبينزل بلونه، لا بيتغير ولا بيسوى، يعني هو بيبقى نازل لونه مقلي وخلاص، وبيفضل كده بقى طول فترة التقديم. بس ده شوية كده وهتشوفوه هيسود. دي كده اول وصفة اهي. ودلوقتي نطلع بقى الكيكة. خلاص هي استوت. نقلبها بقى. تمام كده. ممكن نقطع بقى منها كام حتة. نجيب شوية مكسرات كده. دي بقى كانت وصفتنا للنهاردة.
بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا مع بعض حاجتين، عملنا كيكة ماديرا بطبقة مقرمشة وكفتة لذيذة. هي الكفتة لذيذة دي أنا بحبها، وهي بتبقى حلوة في العزايم كمان قوي. دي كفتة بحشوة المشروم والكرات مع صوص ريحان، يعني نكهات كلها جميلة ولايقة على بعضها مع صوص حمرة كده، إن شاء الله بتعجبكم، جربوها. وعملنا كمان كيكة ماديرا بالفواكه المجففة كده على الوش، برضو وصفة لذيذة وسهلة، والكيكة نفسها طعمها حلو، يعني إن شاء الله هتجربوها وهتنبسطوا عليها. بتمنى تكون وصفتنا للنهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة إن شاء الله. باي باي.